معانا سياده اللواء احمد فهمي المدير العام لشركه العاصمه الاداريه. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا. معانا سياده اللواء صاحب الـ 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 مش هقول لك يعني ايه العرس الكبير اللي حصل، الحاجه الجميله اللي حصلت العالم كله. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. احنا بس محتاجين بقى نعرف، احنا في حاجه كده حصلت الفتره اللي فاتت، ان كانوا في ناس كتيره جدا بيشككوا، وكله كان بيشككوا كل مره بنسبه ان احنا ماشيين في خطوات مظبوطه. محتاج اعرف من حضرتك التطورات اللي حاصله في خلال اليومين دول، والشكل بتاعنا بعد حفله التنصيب. اولا مساء الخير لحضرتك وعلى كل الساده المستمعين. الحقيقه احنا في اطار التشغيل الحقيقي للعاصمه الاداريه الجديده. شركه العاصمه الاداريه بتحط دايما العاصمه في المكان اللي تستحقه. احنا قلنا ان شركه العاصمه الاسبوع اللي فات كانت ترعى الحدث الرياضي الكبير، وهو دورة الصداقة الرباعية كرة القدم اللي احتضنتها الساد الأولمبي في القرية الأولمبية. واحنا لأول مرة نلاقي أكثر من 85 ألف متفرج حضروا الماتش النهائي بين مصر وكرواتيا، وكان الحقيقة كان عرس كبير، فكرنا بأيام 2006 و2008 و2010 مع المعلم حسن شحاتة في استاد القاهرة. بعديها بفترة قصيرة جدا كان عندنا حفل تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان الجديد. ده كل يؤكد اللي احنا قلناه قبل كده، ان الحلم اصبح حقيقة على الارض. الحكومة عندنا موجودة من 30/6/2023، واحنا بنستقبل يوميا كل موظفي الحكومة وكل مرتادي العاصمة الإدارية، فاحنا بنقول لكل الناس ان فعلا حلم العاصمة الإدارية اصبح حقيقة على الارض. تمام. طيب حضرتك شايف بقى المطورين العقاريين دلوقتي، في مطورين عقاريين نفسهم اتفتحت كمان ان هم يشتروا اكتر في العاصمه الاداريه، وشايفين ده خلاص الموضوع على الحقيقه. محتاج من حضرتك رساله لكل المطورين اللي بيفكروا الفتره القادمه يقدروا يخشوا العاصمه الاداريه الجديده ويستثمروا فيها. والله هي الرساله مفادها ان اللي ما جاش لحد دلوقتي العاصمه هو هيحس ان هو اتاخر جدا، لان احنا عندنا دلوقتي احنا طرحنا وفعلا تم، احنا اعلنا من حوالي 15 يوم التحالف الفائز لتخطيط الماستر بلان للمرحله الثانيه والثالثه اللي هيبقى فيها انشطه مختلفه تماما عن انشطه المرحله الاولى، ان احنا كان عندنا توسع سكني كبير في المرحله الاولى. في المرحله الثانيه ان شاء الله هيبقى عندنا الانشطه الصناعيه والانشطه الترفيهيه والانشطه السياحيه موجوده في المرحله الثانيه، فده كله هيخلي الى جانب بعض البرايم لوكيشنز اللي لسه متبقيه في المرحله الاولى. فاحنا بنقول لكل المطورين، واحنا كنا لسه امبارح بس قاعدين مع مجموعه كبيره من المطورين، وكلهم فعلا بيبدوا رغبه حقيقيه في ان هم يوسعوا نشاطاتهم في العاصمه الاداريه. بنقول لكل المطورين انتم شركاء النجاح، وانتم اذرع التنفيذ الحقيقيه للعاصمه الاداريه، والنجاح الحقيقي للعاصمه الاداريه ان هي تجتذب اكبر قدر من المطورين الجادين اللي هيحولوا الناس ان هي تبقى قبلتهم هي العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله. سياده اللواء بشكر حضرتك جدا، وبشكرك جدا على المداخله الجميله دي، وفي نفس الوقت كمان رساله اللي حضرتك وصلتها لكل المطورين العقاريين.